طيب أنا بعطيك فيه رجل، هذا الرجل أعرفه عز المعرفة، ربما يتابعني الآن. نعم. هذا الرجل كان ما يملك شيء، عنده 8500 ريال، هذه حتى يقول بطاقة صراف ما عندي. نعم. يقول 8000 يقول قاسمها نصين. نعم. يقول 4000 حاطها فوق، يقول إذا جاءت المرأة يمكن تأخذ منها شيء. نعم. وال4500 داسهم تحت عشان لا أحد يقرب منهم. يقول فخرجت يوم من الأيام صليت العصر، وأنا طالع من المسجد إلا أخ سوداني من جماعة المسجد عندي يبكي. يقول سلمت عليه قلت سلامات، قال يا شيخ زوجتي مرضت. نعم. وعندها سرطان في الرحم، شفى الله مرضانا ومرضاكم. آمين. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاكم. آمين. يلي تسمعني الآن وعندك مريض في البيت، داو مرضاكم بالصدقات، داو مرضاكم بمعاونة الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، لأن الصدقة التي تقدمها بإذن الله برء ينزل من السماء وعافية تنزل من الله تبارك وتعالى على هؤلاء المرضى. المهم هذا الرجل سأل هذا الأخ السوداني، قال الله يجزاك خير، وكم تكلفة عملية استئصال السرطان لزوجتك؟ قال تكلفتها 8500 ريال. يقول والله لا أملك غيرها، والله لا أملك غيرها. راح البيت يقول فتحت الدولاب وجدت 4000 مثل ما هي، ما تحرك منها ريال واحد، ما أخذت زوجتي. يقول زوجتي ما أخذت شيء. قلت الحمد لله. شوف ترى الله عز وجل يقول عن الأنصار وعن من جاء بعد الأنصار من أهل الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فاقة حاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما دام أن الله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، سوف أخذ هذا المال لأجد ثوابه وأجره وفضله عند الله. أخذ 4000 اللي فوق، وأخذ 4500 8500 وأعطاها ذلك الرجل. نعم. خرج الرجل بعد فترة، قبل أن يخرج من عنده دعا له هذا الرجل، قال أسأل الله أن يصب عليك الرزق صبا صبا. الله أكبر. الله والله أكبر. ما أعطيتني هذا المال إلا وأنا محتاج له. الله أكبر. سافر هذا الرجل، أقسم بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، مال هذا الرجل الآن في الحسابات البنكية أكثر من 300 مليون. لا إله إلا الله. أقسم بالله ويسألني الله عن هذا القسم. الله. رأيته بأم الله. عيني وهو يخبرني أخبر الناس أن يقدموا، والله ما قدمته لله سوف تجده إن شاء الله في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مثل ما قال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت.